أولا مسألة الاعتداء على هشام جنينة الفقرة الأولانية، وأنا هتكلم فقرة فقرة. يدير الموقعون على هذا البنك والممارسات كذا وكذا وكذا وحدث. أولا النيابة العامة هي اللي هتقول لنا إيه اللي حصل، وبالتالي يعني ننتظر صدور قرار أو بيان أو أي شيء يتعلق بهذا الموضوع من النيابة العامة. فمحدش يقدر يجزم النهاردة لا حصل ولا ما حصلش، إحنا ما حدش يعرف، اللي يعرف مين؟ النيابة العامة، رقم واحد. رقم اتنين بيتكلم عن العراقيل والانحياز والجدول الزمني. الجدول الزمني لازم الناس قبل ما تكتب البيان ده تقرا الدستور، يعني قبل ما يكتبوا البيان ده يجيبوا الدستور. الدستور بيقول ايه بالنسبه للانتخابات الرئاسيه؟ الاجراءات تبدا امتى؟ قبل 120 يوم. طب هي بدات قبل 120، ده طبقا للدستور، فلازم حضراتكم تقعدوا كده ومعاكم ناس بتاع قانون وناس معاكم بتاع حقوق وحاجات كده، اقرا الدستور الاول وبعدين اكتب البيان، فاعرف الاجراءات تمت بناء عليه. الهيئه الوطنيه للانتخابات لما خدت اجراءات خدته من دماغها ولا في دستور بيلزم وتوقيتات محدده تلزم؟ وحضراتكم كنتوا فاكرين انتخابات النهارده، هو انت ما بتعرفش في انتخابات من 2014؟ يعني من ساعه انتخابات الرئاسه ان كل 4 سنين عندنا انتخابات، ولا الموضوع صحي فجاه صحينا انه انتخابات حصلت فالجدول الزمني؟ ما اجهز نفسي من بدري، وانا من بقالي كام يوم بقول لكم جهزوا من دلوقتي عشان ما حدش يفاجئ كمان. المصيبة في 2022 هي تعمل نفس الكلام ده ويتقال الهيئة الوطنية للانتخابات ما عملتش وما سوتش والإجراءات. أنا بقول لكم البيان ده احتفظوا بيه في 2022 هنقرأ لكم واحد زيه من ممكن من أطراف أخرى، بس أنا بفكركم من بدري، فجهزوا نفسكم من النهاردة والله ل 2022. إفراغ الساحة من كل المرشحين، هو في حد جمع توكيلات؟ أنا بسأل أهو، حد جمع 25,000؟ أصل خلي بالك ممكن تجمع 100,000 توكيل، على فكرة مليون توكيل، عايز اقول لكم مليون توكيل يبقوا من 10 محافظات ولا يعني شيء ولا هوا. ده هوا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للدستور.